جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: إني بعد تعرضي لأزمة نفسية خاصة بعد وفاة والدي الذي أشعر بتأنيب ضميري تجاهه بأنني لم أكن بارة به رغم حبه الشديد لي رحمه الله، وهذا انعكس على علاقتي بزوجي الذي يكن لي المحبة والاحترام وهو على درجة تدين لا بأس بها ويحاول أن يقربني إلى الله، فلا يجد مني إلا العصبية والغضب، وهذا نصبا عني وأندم عليه، وأصبحت غير قادرة على العيش معه في مكة علما بأني من مدينة الإسكندرية وأشتاق كثيرا لبلدي. وجهوني أيضا جزاكم الله خيرا. لذلك هذا تبسلك عليها بالصبر والاحتساب في وفاة الوالد والدعاء والاستغفار له وعمل البر له بالصدقات والإحسان، وهذا يكون من تمام البر بوالدها. فإن البر من البر بوالدها أن تدعو له بعد وفاته وأن تعمل له الطاعات من الصدقة والحج أو العمرة، هذا من البر به. كذلك من البر به إذا كان عليه ديون إنها تسدد عنه ديونه، لأن هذا من البر بوالدها بعد وفاته، والدعاء له والاستغفار له والترحم عليه كل هذا ينفع ويكون برا بوالدها. وكذلك من البر بالوالدين بعد وفاتهما الإحسان إلى أصدقائهما وصلة الرحم الموصولة بهما، كل هذا من البر. البر لا ينقطع بموت الوالد، البر مستمر حتى بعد وفاته هذه الأعمال، وبذلك تستدرك ما فاتها في حياته إن شاء الله.